عصبة النساء إيه؟ يعني نساء يذهبن لوحدهن للعمرة، مجموعة نساء بدون محرم. إيه نعم. لا يجوز للنساء أن يسافرن مع بعض بدون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم. استثنى أهل العلم حالة واحدة، وهي أن تكون حج فريضة ما حجت فرضها، لأن حج الفريضة ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت. يقول إذا كان حج الفريضة ومع صحبة آمنة، ليس فقط مع النساء، فيها رجال لا بد فيها رجال، يعني مثل حملة زين، مع صحبة آمنة، قالوا يجوز المرأة فقط حج الفريضة فقط. أما عمرة، السياحة، زيارة، كل هذا لا يجوز. وبالتالي طالما أنك ذكرت هذا السؤال، وبالتالي على الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى. يعني ما يصير بعد تقول لها ما يصير تسافرين بدون محرم وانت مخليها، كله يسافر مع زوجته ومع ربعه ومع كذا، وتارك خواته وتارك عماته وتارك خالاته، ما يجوز. يعني عليكم أنتم أيها الرجال أن تتقوا الله في محارمكم، حتى إذا ما عرضت عليك أعرض عليها، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، خاصة إذا علمت أنها ما تسافر أو ما عندها محرم غيرك أو كذا، أعرض عليها أنت، تعالي سافري معي، تعالي أوديك العمرة، تعالي أوديك الحج، تعالي أوديك تزورين. يعني لازم أيضا الرجال يتقون الله تبارك وتعالى في هؤلاء النساء، التي كثير من النساء يتصلن، مو فاضي لي أخوي، خالي مو فاضي لي، عمي مستحية منه، ولد أخوي مو فاضي، يشتكين النساء. فعلينا أن نتقي الله في هؤلاء النساء. أنا ننتظر تسافر باكر بدون محرم وكذا، يقول ليش طيب أنت مو راضي توديني، وصارت بعد ضعيفة إيمان وهذا سافرت ما ردت عليك، فأعرض عليها أنت. صلى الله تبارك وتعالى السلامة. الله المستعان.